مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في واقع عالمي معتم، الأمم المتحدة تضيء شعلة الأمل بميثاق يطفئ ولو قليلا من مخاوف الإنسانية ويعيد لها بعض الأمل بمستقبل لا تدميه النزاعات والصراعات. إلى حين ترجمت ذلك واقعا، يبقى المشهد على قتامته. أسوأ التوقعات توشك أن تصبح واقعا. غبار الحرب الشاملة يصل عمق لبنان، ورسائل اللهب والنار تشعل أجواءه وتوقع قتلى بالمئات وتنفخ في جمر معركة قد تشعل شظاياها كل الجبهات. وبين دوي الرصاص ونازيف الدماء تقف المنطقة على أطراف أصابعها تترقب بتوجس نتائج حرب الحساب المفتوح على كل احتمالات. في غزة حيث بوصلة الأحداث ومحركها رحى المقتلة لا تتوقف، وأشلاء الأطفال والأبرياء تلطخ وجه الاحتلال الغارق في طوفان الدماء والدمار كذلك الممتد من القطاع إلى الضفة. خلف سخونة الأحداث هذه يطل ضيف ثقيل بتداعيات المدمرة والكارثية. يعود المناخ هذه المرة بوجه أكثر تطرفا ويتمي البشرية بفاتورة باهظة الثمن. وبين الفيضانات والحرائق والجفاف يبقى الإنسان متهما وضحية. سنغوص الليلة في هذه المحاور وتفاصيلها ضمن الحلقة اليوم البرنامج ملفات ساخنة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. في افتتاح قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع وبدون تصويت قرارا يضمن اتفاقا رئيسيا يعرف بميثاق المستقبل، الذي يوصف بأنه دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان. هذا الميثاق الذي أتحدث عنه ميثاق المستقبل، الذي يضم الميثاق الرقمي الدولي وإعلان الأجيال المقبلة، هو الاتفاق الدولي الأوسع نطاقا منذ سنوات عديدة وتتويج لعملية جامعة استغرقت سنوات لضمان تكيف التعاون الدولي مع وقائع اليوم مع التحديات التي يواجهها الغد. ونتابع هذه التفاصيل في تقرير هذه الليلة لنستكمل بقية البرنامج، ابقوا معنا. تتعالى الأصوات في الآونة الأخيرة مطالبة بأهمية إصلاح الأمم المتحدة، فمنذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 وتغيرت الحقائق الجيوسياسية بشكل كبير، وفي الأعوام الأخيرة بدأت تفقد مصداقيتها وبالأخص أكبر أجهزتها وهو مجلس الأمن الدولي، والذي يقف عاجزا عن حفظ الأمن والسلم الدوليين بسبب استخدام الدول دائم العضوية لحق النقد الفيتو. لذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يكون البند الأول في ميثاق المستقبل، والذي تم التصديق عليه هذا الأسبوع، هو الإصلاح لمجلس الأمن، والذي عفى عليه الزمان ليكون أكثر فاعلية وتمثيلا لعالم اليوم وغد. أقف أمامكم في هذه القاعة وأنا أؤمن بحقيقتين ساحقتين. أولاً، حالة عالمنا غير مستدامة ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، وثانياً، التحديات التي نواجهها قابلة للحل، لكن هذا يتطلب منا التأكد من أن آليات حل المشكلات الدولية تحل المشاكل بالفعل. وكانت قمة المستقبل خطوة أولى، ولكن أمامنا طريق طويل لنقطعه. ويتطلب إصلاح مجلس الأمن موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الأقل في تصويت للجمعية العامة، كما يجب أن توافق جميع الدول الخمس دائم العضوية في مجلس الأمن، مع حصوله على موافقة 9 دول على الأقل من الدول 15 الأعضاء في المجلس الدولي. وهناك شبه إجماع دولي على أهمية إصلاح الأمم المتحدة وأنها تحتاج إلى إصلاحات جذرية، وذلك لما يشهده العالم من نزاعات وحروب، وكذلك من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
بدأت الأصوات تتعالى منذ التسعينات لإصلاح الأمم المتحدة، إلا أن الأمر الآن أصبح ضرورياً لإنقاذ البشرية. إذن للحديث أكثر ولتفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع، معنا ليلى من جنيف، الأستاذ نواف النعمان مدير دراسات الجزيرة العربية في مرصد جنيف الجيوستراتيجي. أهلا بك أستاذ نواف. بداية سؤالي لك ليلى، العالم يمر بفترة حرجة وتغيرات متسارعة كما نشهدها لا يمكن إيقافها إذا صح التعبير، هل الأمم المتحدة قادرة بوضعها الحالي على تنفيذ ما جاء بميثاق قمة المستقبل؟ إذا أول شيء مساء الخير نايف، وشكرا على استضافتي. أنا في وجهة نظري أن الأمم المتحدة هي آلية كبرى، ومن الصعب يعني تغيير مسارها إذا لم تكن هناك رغبة دولية جامعة لتغيير المسار. نحن هنا في جنيف نرى أن الوضع القائم حاليا عالميا وضع صعب، في نزاعات مسلحة، في عندنا صراعات سياسية، صراعات اقتصادية لا تأتي بالرد الفعل الإيجابي على أهم موضوع وهو الأمن والسلم، والموضوع الآخر اللي هو التنمية. ولذلك لابد من تغيير البوصلة، بوصلة العمل الجماعي في الأمم المتحدة حيث نتمكن من تنفيذ بعض ما ورد في ميثاق المستقبل. بس للتذكير، معالي أمين عام الأمم المتحدة السيد غوتيريش قال إن هذه بذرة، والبذرة تحتاج إلى مدة إلا أنها تأتي بثمارها. فما أعتقد إن في حل سحري للموضوع، ولكن يحتاج الأمر إلى وقت. هذا الميثاق الأخير الذي نتحدث عنه أستاذ نواف، قمة المستقبل تضمنت العديد من المحاور، العديد من النقاط الأساسية، أهمها التنمية المستدامة، السلم، الأمن الدوليين، العلوم والتكنولوجيا، الشباب هم الأولوية، خاصة أن لهم الأولوية في الحوار وإشراكهم في اتخاذ القرارات والأجيال القادمة، إحداث كذلك التغيير في الحوكمة العالمية والتركيز على الجوانب الاقتصادية. كل هذه الأمور جاءت ضمن نطاق الميثاق الأخير. الآن كيف يمكن للأمم المتحدة أستاذ نواف عمل هذا التوازن في هذه الملفات في ظل هذا التنافس الدولي؟ مثل ما ذكرت، الموضوع يحتاج إلى وقت، لكنه ممكن إذا أردنا فهو ممكن. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة لديها كفاية من الآليات والمؤسسات التي يمكنها أن تنفذ الميثاق الجديد. فأنا متفائل، ولكن الواقع الحال يذكر غير ذلك، لأننا لسنا في طور التعاون الدولي الوثيق فيما يتعلق خاصة في موضوع الأمن والتنمية، ولذلك يتطلب الأمر يعني مزيد من الجهد والتنسيق ما بين حتى المجموعات الإقليمية. أنا أتكلم على منطقتنا فقط، ولكن أيضا على التعاون الدولي الحقيقي مع المجموعات الإقليمية الأخرى، وهذا أمر يتطلب بعض الوقت والجهد والرغبة الصادقة. أعتقد أن هذه هي الأساس في الوصول إلى نتائج إيجابية. ولكن أستاذ نواف، يعني مجلس الأمن يسوده الاستقطاب بين الدول العظمى، وكما نقول هناك بعض الدول فقدت حقها في أن يكون لها تمثيل دائم في مجلس الأمن. هل يحتاج الآن مجلس الأمن إلى إصلاحات؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، برأيك ما هي الإصلاحات المطلوبة الآن في هذا التوقيت؟ والله مناير، أنا أشوف أن الموضوع يتطلب نفضة كاملة للنظام القائم حاليا. أنت تعلمين أن موضوع مجلس الأمن أنشئ سنة 45 مع الميثاق، وكان نتيجة للحرب العالمية الثانية. المنتصرون في هذه الحرب هم اللي قعدوا على الطاولة، والذين قاموا برسم السياسات الدولية العامة. الآن في حالة من الجمود و
الأمور لا تتقدم في نيويورك، الأمور جداً جامدة في نيويورك. والأمر اللي نراه أن سبب حالة الجمود هناك يبعث به الملفات الساخنة إلى جنيف ليتم تناولها في مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الدولية الأخرى هنا. السمو ولي العهد في خطابه أمام الجمعية العامة قبل يومين أكد على ضرورة أن يكون عندنا مجلس أمن شامل يمثل كافة المناطق الإقليمية، تأكد على ضرورة الشفافية، تأكد على موضوع المساءلة. اليوم مجلس الأمن سيد نفسه، لا يمكن لأحد أن يفرض عليه شيء. المطلوب هو أن تكون هناك مساءلة من الجمعية العامة. نعم. الأمر الآخر، لازم يكون المحكمة الدولية الجنائية الدولية دور تنظر في دستورية القرارات التي يتخذها هذا المجلس، ولذلك يجب أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وخاصة التمثيل الإقليمي. اليوم قرأت تصريح لأولاف شولتز المستشار الألماني، ويتكلم أن في قارات في هذا العالم لا تمثيل لها في مجلس الأمن، وهذا أمر لا يجوز. ففي كثير من المقترحات حاليا، المقترح الأمريكي الذي أتت به ممثلتهم في الأمم المتحدة المندوبة الدائمة ليندا غرينفيلد كان شامل، ولكن لا يخلو من الأبعاد السياسية. لكن لما وصلنا إلى موضوع حق النقض الفيتو، فقالت هذا أمر آخر، ويعني ننظر فيه في وقت لاحق. فأنا أتوقع أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتغيير، يعني لن يأتي التغيير بهذه، حتى لو كبرنا المجلس، حتى لو أضفنا أعضاء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. أنا أعتقد أن برأيي الشخصي، قد أكون مخطئ، أن موضوع الفيتو سيستمر في يد الخمس الدائمين. نعم الأستاذ، تتزامن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان، وحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتصعيد آخر خطير بين الصين والولايات المتحدة. يعني هذه الأحداث المتسارعة وكلها على صفيح ساخن، ما هي أهم الرسائل التي نقلها قادة العالم حول هذه الملفات برأيك؟ لا شك أن الوضع العالمي حاليا في أسوأ حالاته، يعني منذ زمن طويل. النزاعات اللي تفضلت فيها لا زالت قائمة، وبالعكس تسير نحو المزيد من السوء، وشفنا حالة الاستقطاب الدولي. يعني قبل كم يوم شفنا أن في لقاء الكواد اللي هو الرباعي اللي في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، في تأكيد كان من الولايات المتحدة أننا سنكون معكم. في نفس الوقت نشوف في تصعيد على الجبهات بين روسيا وأوكرانيا، وموضوع التمديد إمدادات السلاح إلى أوكرانيا طبعا هي موضوع نقاش اليوم في الأمم المتحدة. قضية فلسطين، يعني موضوع العدوان على غزة، المؤسف أن العالم اليوم كله متجه يعني لأزمة إنسانية أخرى، وهي الذي يحدث في لبنان، ولكن الحرب في غزة لا زالت مستمرة. نعم. يعني لم تنتهي، والضحايا المدنيين يسقطون. يعني سمو ولي العهد ذكر أن 41 ألف قتيل، يعني والعالم ينظر أن هذا الأمر يعني في طبيعة تكوين الأمم المتحدة لا يجوز، يجب أن يعالج، يجب أن يكون هناك نية صافية بين الأطراف للوصول إلى حلول سلمية. هذا الهدف من إيجاد الأمم المتحدة أساسا. طيب سؤالي الأخير لك أستاذ نواف، برأيك هل أصبحت الأمم المتحدة شبيهة لعصبة الأمم السابقة، وهل آن الأوان وحان الأوان لتغييرها؟ مؤسف أن عصبة الأمم أتت بعد الحرب العالمية الأولى، والأمم المتحدة أتت بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن المؤسف يعني أن ننتظر هذه الحروب المدمرة لنتخذ للبشرية أن تتخذ قرارا بالتعاون والتعامل مع بعض فيما يتعلق في أمور ال. فأمان إحنا أمام خيارين اليوم، إما أن يصير هذا التغيير الذي شمله ميثاق المستقبل، وأما أن نخلي الأمور كما هي. ولكن أنا طبعا الكل يعرف أن إذا صارت حرب عالمية ثالثة راح تكون حرب مدمرة للإنسانية، وما في داعي لأي مؤسسة من هذا النوع في المستقبل. ولذلك بس أنا مؤمن أن الحكمة الإنسان ستسود في الأخير. يعني نحن نشوف البيانات التي تلقى اليوم، كان رئيس جو بايدن ألقى بيان عن باسم الولايات المتحدة. ولكن المهم في اللقاءات الجمعية العامة هي اللقاءات الجانبية اللي تصير بين قادة الدول. يعني كل رئيس دولة يشوف له 30 رئيس دولة أخرى، هذا مهم، لأن اليوم ما عندنا أي منبر آخر في العالم يجمع هؤلاء القادة في مكان واحد في وقت واحد ويسمح لهم بتبادل وجهات النظر والوصول إلى حلول قد تكون مقبولة لجميع الأطراف. فأنا أعتقد أن الحكمة ستسود بالأخير. نعم، من جنيف الأستاذ نواف النعمان مدير دراسات الجزيرة العربية في مرصد جنيف الجيوستراتيجي، كل الشكر لك على هذه المداخلة وهذه التفاصيل أستاذ. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية من ملفات ساخنة، فاصل ولنا عودة. بسم الله بسم الله، يا رب يا رب تسدد يا رب. أهلا بكم من جديد وإلى ملف آخر جديد في حلقتنا الليلة. جنون ليس له مثيل يشهده الشرق الأوسط في اليوم 354 للحرب على غزة. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا بالقطاع، في حين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على العديد من البلدات في شرق لبنان وجنوبه. وأيضا في تطورات جبهة لبنان، أطلق حزب الله رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل وحيفا ومناطق عدة شمال الاحتلال، كما أعلنت كتائب القسام استشهاد قائدها الميداني حسين النادر عملية اغتيال إسرائيلية خلال العدوان على لبنان، وهو موضح في المواد الفنية التي تعرض على الشاشة الآن من خلال هذا البرنامج. شن الاحتلال أيضا سلسلة غارات جديدة على لبنان، في حين قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 558 قتيلا و1835 جريحا سقطوا جراء هذا العدوان. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان دقت ناقوس الخطر، وتوالت ردود الأفعال الدولية حول ما يحدث ما بين مستنكر وبين مطالب باحتواء التصعيد. يقف القلق عاجزا عن فعل أي شيء تجاه غارات الموت الإسرائيلية التي لا تميز بين هدف عسكري أو مدني. فمن بعيد نشاهد ويلات تتجدد في لبنان وغزة ليكتب تاريخ المنطقة من جديد بالدم. لذلك مشاهدينا نستمر في هذا الملف ونغطيه بتفاصيل أكثر ونتحدث أكثر حول هذا الموضوع وما يجري في الشرق الأوسط. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الباحث والمحلل السياسي غسان إبراهيم. أستاذ غسان أهلا بك في ملفات ساخنة. بداية أستاذ غسان، هل من الممكن أن نقول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ حربه في لبنان مع توارد أنباء حول الهجوم البري على الجنوب اللبناني؟ بالتأكيد، يعني أعتقد اليوم لدى إسرائيل فرصة لأن القضاء على حزب الله. تشعر أن يعني المعركة في حقيقة في غزة تمت بالشكل الذي يريحها، ولم تواجه صعوبات كبيرة. فبالتالي طالما أن الحرب مفتوحة فهناك فرصة للقضاء على باقي الميليشيات في المنطقة، لذلك تتجه للحرب ضد حزب الله. وبالتأكيد أثناء هذه الحرب هناك بعض الضحايا المدنيين، تدمير للبنية التحتية، ولكن في لبنان
بنسبة أقل بكثير من الوضع في غزة، كون أن المعلومات الاستخباراتية كثيرة لدى الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبالتالي الضربات تكون بدقة أكثر، وبالتالي تستهدف حزب الله تمهيدا ربما لعملية برية. هذه العملية البرية هدفها محدود في المدى، يعني المدى المنظور. قال إذا تعاون حزب الله بعد ذلك وتم التفاهم على حقيقة على شكل من أشكال قواعد اشتباك جديدة، إن لم يلتزم عند ذلك قد يكون الاجتياح الإسرائيلي أكبر بكثير، وربما قد يصل إلى بيروت الضاحية الجنوبية. طيب أستاذ غسان، الآن بعد هذه الضربات المتتالية والمتواصلة والمفاجآت في المشهد اللبناني الحالي، برأيك هل كسر حزب الله وحكومة الاحتلال كل الخطوط الحمراء بردود الفعل هذه؟ نعم، أعتقد اليوم يعني الأمور بدأت تذهب نحو التصعيد أكثر وأكثر. الإسرائيلي استطاع القضاء على أغلب القيادات الصف الأول في تنظيم حزب الله، وبالتالي الحزب اليوم اضطر إلى أن يستخدم بعض الأسلحة مثل صواريخ التي يسميها صاروخ فادي، التي تعتبر يعني نسبيا من الخطوط الحمر لدى الإسرائيلي. بالمقابل أيضا الإسرائيلي اليوم قضى على قائد فرقة الصواريخ التابعة لتنظيم حزب الله، وبالتالي هذا يعني أن كرة الثلج طالما تتدحرج تصبح أكبر، وبالتالي الحرب أعتقد أنها طالما مشتعلة وكل يوم هناك عمليات، هذا يجعل أن الخطوط الحمراء قد كسرت عمليا وتتجه نحو معركة شبه مفتوحة سوف تكون نهايتها بيد القدرة، يعني الطرف الذي لديه قدرة أكبر عسكرياً وقدرة على الصبر أكثر. هنا يأتي السؤال والتساؤل أيضاً أستاذ غسان، لو وضعنا الأمور في سياقها التاريخي وفي حجمها الحقيقي، كيف ترى مستقبل الصراع الدائر في غزة ولبنان مع الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني عملياً في غزة تشعر إسرائيل أنها سيطرت على القسم الأكبر وقضت على مغلب يعني الفصائل التابعة لحماس، وبالتالي من تبقى هم أعداد محدودة وربما مع القيادة المركزية لحماس التي هي متواجدة في الداخل، فبالتالي ترى إسرائيل أنه من مصلحتها اليوم التهدئة النسبية في غزة والتركيز على الجبهة الشمالية على حزب الله، وبالتالي إضعافه أكثر وإجباره بالرضوخ للشروط الإسرائيلية، بمعنى أن ينسحب إلى خلف منطقة الليطاني، وإذا لم يتجاوب حزب الله عندها قد تضطر لاجتياح عسكري، وعندها هذا الأمر قد نشاهد أن يعني العمليات قد تصبح مداها أكبر وتصبح القضية عملية ربط للملفين، يعني عندما يتم التفاوض على الهدنة في غزة أو مستقبل غزة وإقامة الدولة الفلسطينية، قد يجد الأطراف المتصارعين أن أمامهم مصلحة أن يتفاهموا على ملفين معا، أي الملف اللبناني وملف غزة ربطهم بملف واحد، وبالتالي عندها يتم إعادة وضع يعني حدود لحزب الله، ربما قد يطلب كل الأطراف، لأنه في نهاية المطاف حزب الله ليس فقط مكروها إسرائيليا، حتى داخل لبنان الجميع ينظر إلى حزب الله على أنه ميليشيا خارجية لا تمثل مصالح الشعب اللبناني، لا تمثل مطالب أي مكون من مكونات لبنان، بل هو ميليشيا تتبع لإيران بالدرجة الأولى. فمن هذا المنطلق قد تكون فرصة ذهبية حقيقة في صالح لبنان إذا استطاع القيادة السياسية في لبنان أن يضغطوا على حزب الله ويقولوا له أنت عليك أن تتعامل كحزب تحت السلطة اللبنانية، وليس أن تكون حزب يفرض الحرب والسلم ويقيم دويلة داخل دولة. فبالتالي هذه الحرب في لبنان إذا تم وضعها تحت مقاييس دولية واتفاقات دولية، قد نشاهد في نهاية المطاف سوف تعود بمصلحة على الشعب اللبناني وأيضا على الحكومة اللبنانية بتشكيل حكومة تمثل لبنانيين لا تمثل
ميليشيات أو تمثل حقيقة إيران أو غيرها. أستاذ غسان، كيف تفسر تحول نتنياهو الحاد في ملف لبنان؟ برأيك هل لعبت العوامل الداخلية دور حول ما يجري الآن؟ بالتأكيد، يعني الخلافات الداخلية في إسرائيل كان لها دور في غزة، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك أيضا على الملف في لبنان. ولكن الوضع ربما قد يكون يعني مختلف نسبيا في لبنان، أن هناك يعني كانت عملية رصد استخباراتي طويل للإسرائيليين، وبنك من الأهداف الكبيرة استطاع نتنياهو أن يستفيد منها كيعني نقاط إيجابية في سجله السياسي بالنسبة للإسرائيليين طبعا. فبالتالي قام بمثل هذه العمليات، وفي نهاية المطاف يبدو اليوم يعني خصوصا في لبنان الوضع مريح للجانب الإسرائيلي، لا أحد سوف يقف ضد الإسرائيل كما حدث في غزة، لأن السبب أن حزب الله لم يترك له صديق وكان عدو على كل الأطراف. حتى أيضا الحكم في سوريا لم نشاهد أي بيان يعني تضامن مع حزب الله، فبالتالي يبدو أن حلفاء حزب الله يتخلون عنه. وأيضا حتى إيران يعني سمعنا تصريحات تشير أنها غير مستعدة للدفاع عن حزب الله. فبالتالي إسرائيل لديها هذه الفرصة للتخلص من هذه الميليشيا. في ردود الأفعال هذه أستاذ غسان، هل هي مؤشر بأن المجتمع الدولي سيتمكن من كبح جماح آلة الحرب الإسرائيلية نحو لبنان وغزة، أم أن للحرب رأي آخر؟ يعني عادة الحرب لها رأيها الآخر، عادة الحروب لا توقف باتفاقات من أطراف خارجية بأطراف لم تكن شريكة في هذه الحرب، ليس لديها لا مصالح وليس عليها عبء. هذه الأطراف عادة لا تقوم بدور عملي، طالما أن يعني الأطراف المتحاربة قوة غير متوازنة، إسرائيل لديها القوة العسكرية المتفوقة واستطاعت أن تحسم الأمر في غزة بنسبة كبيرة، فبالتالي إذا لم تحقق ما ترغبه في لبنان فإنها مستمرة في هذا الأمر، وبالتالي القوى السياسية الخارجية لن تلعب الدور الكافي إلى أن تصل الحرب إلى مراحلها الأخيرة، وعندها القوي سوف يفرض النقاط الأكثر في أي اتفاقية قد تساغ. ولكن في نهاية المطاف أعتقد على يعني عربيا وإقليميا أن ينظر إلى الوضع في لبنان على أنها أيضا فرصة إقليمية للاستفادة من ضعف حزب الله، وبالتالي دعم إقامة حكومة وطنية تمثل الشعب اللبناني، تمنع ظهور ميليشيات مسلحة من نمط حزب الله أو غيره، وبالتالي إعادة لبنان إلى الحضن العربي كدولة ذات سيادة تمثل شعبها وأرضها لا تمثل ميليشيات. ومن هذا المنطلق رب ضارة نافعة قد تكون هذه الحرب، التي بالرغم من بشاعتها كحرب إلا أنها قد تنعكس بشكل إيجابي للشعب اللبناني ولشعوب المنطقة، وبنهاية المطاف أيضا يعني المنظومة العربية ككل. نعم، إذن من لندن الباحث والمحلل السياسي غسان إبراهيم، شكرا لك أستاذ على هذه المداخلة وهذه التفاصيل لفتح هذا الملف وتفاصيله. شكرا أستاذ. إذن مشاهدينا فاصل ولنا عودة لاستكمال بقية ملفاتنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ملفات ساخنة. نظرة عن قرب على ضحايا التطرف المناخي كفيلة لاستيضاح خطورة الحلقة المفرغة التي يدور فيها تغير المناخ وتأثيراته السلبية المتصاعدة على صحة الإنسان والنظم الأيكولوجية والزراعة، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حالة وفاة من كل 4 وفيات تعزى إلى أسباب بيئية يمكن الوقاية منها، وأن تطرف المناخ يؤدي إلى تفاقم المخاطر ويؤدي كذلك إلى خسائر اقتصادية هائلة. جمعنا تفاصيل هذا الموضوع في هذا التقرير لنتابع ونعود لكم مرة أخرى.
بأسرع من المتوقع. غضب الطبيعة يزداد شراسة وكأنها ترد للإنسان بعض ما اقترفته يده. لم تكتف الطبيعة هذه المرة بصرخات الاستغاثة لتبعث برسائلها الغاضبة إلى كل بقاع العالم، مرة عبر فيضانات وسيول جارفة لم يسبق لها مثيل، ومرة أخرى بحرارة حارقة وحرائق تأكل الأخضر واليابس، ومرات بعد مرات بموجات جفاف تصيب الأرض وتحرم جوفها من المياه وتوسع رقعة الجوع والعطش حول العالم. بين كل ذلك يقف الإنسان في قفص الاتهام مدانا بأنشطة غيرت ملامح المناخ وحولته من حالة الاعتدال التي ألفناها إلى وجه آخر متطرف لا يفوت أي فرصة للانتقام ممن شوه طبيعته، لكن تكلفة ذلك الانتقام تبدو باهظة ويدفع ثمنها غاليا آلاف الأبرياء والضحايا. فما إن تنفث المصانع ملوثاتها في جوف الأرض ودخانها في صدر الطبيعة إلا وترد الأخيرة غاضبة في وجه العالم أجمع بطقس أكثر تطرفا يدمي البشرية ويحملها تكلفة ترهق كاهل الدول وتثقلها بمزيد من الأعباء لإعادة الإصلاح والتأهيل. في ظل هذا الواقع المؤلم سيكون 3/4 سكان العالم أمام خطر التطرف المناخي خلال السنوات العشرين المقبلة ما لم يتم خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري. وفق الدراسات لن تتسبب التحولات المناخية في خروج درجات الحرارة عن نطاق السيطرة فحسب، لكنها ستطلق العنان لأضرار شديدة الخطورة، وفي حال لم تكن هناك وقفة دولية تعيد للمناخ استقراره سيكون العالم أمام مواجهة مع طقس أكثر تطرفاً، حينها ربما لن يستطيع العالم تفادي تداعياته الكارثية. المزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي محسن حسني. أستاذ محسن أهلا بك، وبعد التحية، في ظل هذا الطقس العنيف الذي يضرب العالم وعلى اختلاف مظاهره، هل خرج تطرف المناخ عن السيطرة وهل وصلت خطورته إلى نقطة لا رجعة عنها؟ أولا أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. بالنسبة للتطرف المناخي وخروجه عن السيطرة، يعني نستطيع أن نقول أنه حتى اللحظة الحالية لا يزال هناك سيطرة ولا يزال هناك أمل كبير في القدرة أو قدرة المجتمع البشري على السيطرة على هذه الأزمة الكبيرة التي باتت تهدد الكوكب بأزمات أخرى عديدة، حيث أن كما تعرفون يعني تغير المناخ سيترتب عليه أو بالفعل يترتب عليه يعني صراع أكثر على الموارد وصراع أكثر على المناطق الآمنة، فضلا عن أن هذا أيضا يعني يؤذي الكائنات الحية ويزيد من الظواهر الغير مرضية أو التي تضر بحياة البشر وحياة الكائنات. وبالتالي يعني هناك ضرورة ملحة للتعاون مع هذه الأزمة، ولحسن حظ المجتمع البشري أن هناك لا يزال أمل طبقا لآراء العلماء المهتمين بهذا الصدد. نعم أستاذ، في ظل هذه الأوضاع هل ممكن أن يأخذ بعين الاعتبار الإنسان لما هو أسوأ، أقصد هنا من الفيضانات، الحرائق، الجفاف، درجات الحرارة غير المسبوقة، كلها شهدناها خلال هذا العام والسنوات التي سبقتها، ما طبيعة هذا الأسوأ المتوقع برأيك أستاذ؟ أعتقد كما يعتقد يعني عدد من الخبراء المهتمين بالمجال البيئي أن الأسوأ لم يأتي بعد إذا لم يستفيق المجتمع البشري ويحاول كبح جماح هذه الأزمة. الأسوأ سيكون عبارة عن يعني تزايد حدة هذه الظواهر، سواء احتراق الغابات أو سواء الفيضانات، بالإضافة إلى يعني تهديد حياة عدد من الكائنات الحية، وهذا يهدد أيضا حياة الإنسان نفسه، لأن هذه الكائنات الحية بعضها يتغذى عليها الإنسان مثل الأسماك وغيرها. بالتالي هناك يعني سيناريوهات أكثر سوءا تنتظر البشرية إذا لم يستفيق المجتمع، سواء دول أو يعني حكومات أو شركات وأفراد، ومحاولة وضع اليد بيد من أجل السيطرة على هذه الأزمة. نعم، أود أن أضيف أيضا إلى ذلك أستاذ محسن بأن البيانات تشير إلى أن الدول الفقيرة كذلك تدفع فاتورة هذا التطرف المناخي رغم أنها الأقل مساهمة في صنعه، وذلك وفقا القوانين الدولية. من يعوض؟ هذا السؤال أوجهه لك إذا كانت موجودة الإجابة أستاذ محسن. من يعوض هذه الدول التي تتضرر بشدة جراء تغير المناخ؟
هذا سؤال جيد، وطبعا هذه المعلومة صحيحة تماما، ومن أجل هذا يعني كان اتفاق باريس للمناخ عام 2015، والذي يلزم الدول الغنية بدفع تعويضات سنوية للدول الفقيرة الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ. ولكن مع الأسف الشديد يعني يبدو أنه يعني هناك ضبابية فيما كان، يعني نحن لا نعرف هل هذه الدول العظمى تلتزم بهذه الالتزامات المالية تجاه الدول الفقيرة أم لا، حيث أن هناك يعني تغيب مسألة الرقابة، لأن الرقابة على هذه الدول يعني تنظر إليها هذه الدول أنها تدخل في السيادة، وبالتالي كل دولة رقيبة على ذاتها، سواء في هذا الملف، لأن اتفاق باريس فرض عديد من الملفات، منها هذا الملف، ملف التعويضات التي يجب أن تدفعها الدول الغنية للدول الفقيرة، وأيضا ملف يعني مبدأ الشفافية، وما يتعلق بمحاولة كل دولة تخفيض انبعاثات الكربون من أجل تخفيض الانبعاث الحراري. يعني هذه مواضيع فيها تفاصيل عديدة، ولكن اتفاق باريس جاء ملزما لهذه الدول الكبرى التي كانت المسبب الأكبر في أزمة تغير المناخ. اتفاق باريس يلزم هذه الدول بدفع تعويضات سنوية للدول الفقيرة من أجل مجابهة هذه التداعيات لأزمة تغير المناخ. يعني هذه الدول الفقيرة أيضا لديها التزام معين، وهو الاستفادة بهذه التعويضات في مجابهة تداعيات تغير المناخ. نعم، يعد الجفاف أيضا أحد أوجه التطرف المناخي أستاذ محسن، إلى أي حد أثرت هذه التغيرات المناخية الحادة في زيادة رقعة الجوع والعطش في العالم، وأيضا ما تبعات هذا الأمر على الأمن الغذائي العالمي؟ نعم طبعا، الجفاف أدى إلى تناقص الإنتاجية الغذائية على مستوى الكوكب ككل، وهذا يهدد حياة كائنات كما ذكرنا. وبالإضافة إلى ذلك، يعني إذا لم تتكاتف الدول وتعمل بشكل أكثر جدية على محاولة السيطرة على تغير المناخ، سوف تتفاقم هذه الأزمة، بما ينذر ربما يعني مجاعات في بعض الدول التي هي أكثر تضررا بتداعيات تغير المناخ كما ذكرتم، ومنها بعض دول إفريقيا التي يعني بعضها بين حين والآخر نجد أنها في حاجة إلى دعم دولي كبير، وأنها على شفا يعني أن تحدث مجاعة كبرى بها وتؤثر على حياة الإنسان وعلى حياة الكائنات. إذن هذه الأزمة قابلة للتزايد، وربما تتسع أكثر خلال السنوات المقبلة إذا لم تسيطر هذه الدول على هذه الأزمة. نعم، في كل ما بين فترة وفترة وفي المحافل الدولية التي تتعلق بالبيئة تتزايد الدعوات وأيضا التعهدات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري، هل هذا الهدف العالمي إلى أي حد هو قابل للتحقق برأيك أستاذ؟ نعم، نعود إلى اتفاق باريس، وطبقا لهذا الاتفاق الموقع عام 2015 والذي وقعت عليه 193 دولة، هذا الاتفاق يلزم 193 دولة على حول العالم بأن تتبنى مبدأ الشفافية فيما يتعلق بخفض انبعاثات الكربون بدءا من عام 2024. إذن يعني من العام الحالي اتفاق باريس يلزم كل دول العالم الموقعة على هذا الاتفاق بأن تلتزم أكثر، بأن تلتزم بمبدأ الشفافية، وأن تظهر من التقارير ما يري العالم إلى أي مدى كانت هذه الدول ملتزمة بخفض انبعاثات الكربون. هذا إجراء يعني نراه جيد، وهي آلية جيدة اعتمدتها اتفاقات باريس للمناخ، وننتظر نهاية هذا العام لنرى هذه التقارير التي مستندة على مبدأ الشفافية المتفق عليه، ومبدأ إنساني تم الاتفاق عليه في عام 2015 وسيتم تفعيله منذ هذا العام. سنرى بنهاية العام الحالي ما إذا كانت كل الدول ملتزمة أم لا. هنا يأتي السؤال أيضا، بما أنك طرحت هذا الموضوع أستاذ محسن، وفق المؤشرات الحالية كيف سيؤثر تغير المناخ في المستقبل على العالم؟ وأيضا لا شك أن الحكومات تلعب دورا مهما في معالجة التغيير المناخي، وذلك طبقا للكثير من المؤتمرات التي تعقد في المحافل الدولية، ولكن ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الأفراد من أجل ذلك؟
نعم، هذا سؤال مهم، وهناك عدد كبير من المنظمات الخيرية المعنية بتغير المناخ تقوم بهذا العمل وتقوم بتدريس الأفراد ويعني التجمعات البشرية الصغيرة سواء في الجامعات أو في المدارس أو في المكتبات العامة، وتقول لهم ماذا يمكن أن يفعله الفرد من أجل تخفيف حدة تغير المناخ. ببساطة شديدة هذه الكورسات وهذه التدريبات تعتمد على أمرين. الأمر الأول هو أن يقوم كل فرد بتخفيض ما يستخدمه من الطاقة، إذن توفير الطاقة سيكون تأثيره إيجابي على تغير المناخ. والنقطة الأخرى يعني ما يتعلق بالموارد وليس الطاقة فقط، مثل المياه على سبيل المثال. إذا استطاع كل فرد تخفيض استخداماته من مورد المياه، وإذا استطاع كل فرد تخفيض استخداماته من موارد الطاقة سواء كهرباء أو غيرها، وإذا استطاع كل فرد أيضا الاعتماد على المشي أكثر أو الاعتماد على الوسائل التي لا تسبب انبعاثات كربونية أكثر، كل هذه يعني وسائل يمكن للفرد استخدامها من أجل تخفيف حدة أزمة تغير المناخ. كل الشكر لك الكاتب الصحفي محسن حسني، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك على فتح هذا الملف وتزويدنا بهذه التفاصيل. إذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، نستمر في طرح نقاشاتنا دائما المتعمقة بالملفات التي تطغى بأحداثها على عالمنا اليوم. انتهى الوقت في ملفات ساخنة، ولكن نلقاكم في حلقة مقبلة بملفات جديدة وعميقة. دمتم في أمان الله.